كانت الوفاء للقدس لدعم أيضا صمود وتثبيت أهلنا في القدس، حملة وطنية تنطلق من جامعة القدس في كل كليات الجامعة للمساهمة كما قلنا في دعم وتثبيت صمود أهلنا في مدينة القدس، وأيضا لدعم الطلبة المقدسيين. ينظمها صندوق ووقفية القدس، سنتحدث عنها بتفاصيل بعد أن نشاهد هذا الفيديو الخاص بالحملة. احنا متطوعين جامعة القدس، اليوم اطلقنا حملة الوفاء للقدس، متواجدين بالكليات من الساعة 10 للساعة 5. نطلب من الطلاب كلكم تيجوا تشاركوا معنا، خلينا ندعم اهلنا في القدس لتثبيت صمودهم. ندعو طلبة جامعة القدس للمشاركة في هذه الحملة والتبرع، حيث ان وقفية القدس دائما تعمل على دعم المقدسي وصمود المقدسي في كافة القطاعات، في القطاع الصحي والقطاع التعليمي والمحلات التجارية والبيوت القديمة وترميمها. فنحن داعمين لهذا النشاط، وكما اعتدنا على أبناء القدس الداعمين دائما لكل هذه المبادرات والفعاليات، فمن هنا بدأنا من جامعة القدس، جامعة المبادرات الأولى. نحن متطوعين جامعة القدس، أطلقنا حملة سهم الوفاء للقدس، ندعو طلاب جامعة القدس للمساهمة في هذه الحملة. طيب، أهلا بكم من جديد، وبرحب بسيد طاهر الديسي وهو المدير التنفيذي لصندوق ووقفية القدس. صباح الخير. يسعد صباحك، وكل عام وأنتم وكل أبناء شعبنا بألف خير. وأنت بألف خير يا رب. إذن حملة الوفاء للقدس، وهي دعني أقول حملة وطنية ومبادرة رائعة لدعم وتثبيت صمود أهلنا في القدس، بدنا تفاصيل أكثر إذا سمحت عن هذه الحملة. في البداية نترحم على أرواح شهدائنا الأبرار الذين انفقوا ببيت لحم وجنين، ونسأل الله لذويهم الصبر والسلوان، ولشعبنا الحرية والاستقلال بإذن الله تعالى. حملة الوفاء للقدس هي حملة انطلقت مع بداية شهر رمضان المبارك من خلال صندوق ووقفية القدس من أجل حشد الموارد المالية اللازمة لدعم مدينة القدس وتعزيز صمود أهلها في الوقت اللي تتصاعد فيه ممارسات الاحتلال بحق المدينة وكل المشاريع التهويدية ومشاريع الإحلال واقتلاع المقدسيين من أرضهم. هذه الحملة انطلقت في شهر الخير، في شهر البركة، في شهر العطاء، في شهر رمضان المبارك، تحت عنوان سهم الوفاء للقدس في وقت القدس في أحوج أوقاتها للوفاء. وبالتالي هذه الحملة تخاطب 5 مشاريع رئيسية: مشاريع رمضان الخيرية من الإفطارات، السلال لصالح الأسر المتعففة، ترميم المنازل في البلدة القديمة وسلوان من أجل تثبيت المقدسين على أرضهم، وكفالة طلبة العلم للاستثمار في التعليم، إضافة لدعم المستشفيات ودعم المؤسسات التعليمية في مدينة القدس، بحيث نساهم في تمكين المواطن وفي الوقت نفسه المساهمة في تحقيق التنمية في القطاعات المختلفة. طبعا نهج الحملة جاء على قاعدة سهم الوفاء للقدس الذي يوازي 10 دولار، لأن الفكرة ليست فكرة تبرع فقط وليست فكرة عمل خيري، لا، الفكرة هي فكرة واجب وطني اتجاه مدينة القدس. نتطلع أن نرسخ هذا النهج عند كل أبناء شعبنا، عند كل محب للقدس، عند كل مساند، بحيث هناك يكون في مساهمة في دعم القدس وإعمارها وحمايتها، وأيضا تعزيز الوعي عند الأجيال الناشئة. نعم. في مدينة القدس من خلال هكذا مشاريع. طيب، كيف تعاطي أبناء الجامعة مع هذه الحملة؟ يعني كيف بتشوف الإقبال من قبل أبناء وطلبة جامعة القدس لهذه الحملة؟ للتوضيح أخت رشا، هذه الحملة على مستوى الوطن ابتداء، وعلى مستوى العالم العربي والإسلامي. طلاب جامعة القدس كان لديهم روح المبادرة وروح التضامن، حيث أعلنوا تنظيم يوم للحملة في جامعة القدس تفاعلا مع حملة الوفاء للقدس. وبالتالي هذه يعني فرصة لنشكر طلاب جامعة القدس على مبادرتهم وصراحة. نعم أخ طاهر، عم تسمعنا؟ في جامعة بيت لحم قريبا، نشهد حملات في جامعة بيت زيت قريبا،
وبالتالي هذه يعني أيضا ستكون الحملة في محافظات الوطن في العشر الأواخر من هذا الشهر الفضيل. إضافة إلى ذلك هناك بعض الشراكات مع المنظمات في الخارج عبر منصات التبرع رقمي القدس 2028، يمكن التبرع عن طريق بطاقات الاعتماد. وبالتالي يعني إذا كان السؤال يعني حول التفاعل، نعم حول التفاعل يعني التفاعل يعني كان يقتضي التوضيح انه يعني كان هناك مبادره لطلاب جامعه القدس بانه يكون لهم بصمه خاصه في هذه الحمله، ولكن الحمد لله منذ بدايه شهر رمضان التفاعل يتزايد مع هذه الحمله. المنصات تستقبل التبرعات يعني من العديد من الدول، إضافة إلى ذلك جاءتنا تبرعات من مختلف المحافظات، وهي دعوة عبر يعني شاشتكم وصوتكم ومنبركم الحر من لكل يعني المنظمات النقابات المؤسسات الفعاليات يعني أن نحول هذه الحملة إلى يعني حملة وطنية للانتصار للقدس في هذه الظروف الصعبة. وإحنا يعني نتوقع في الفترة المقبلة وفي الأيام المقبلة إنه أيضا يكون التفاعل على مستوى يعني كل محافظات الوطن، إن شاء الله جالياتنا في الشتات المنظمات الخيرية، وإن شاء الله يعني يكون الريع والفيض لما تحتاجه القدس من احتياجات خاصة في هذه المرحلة. تمام، أول شيء ريم معك، ريم العمري، وثاني إشي حاب إنك تحكي لي أكثر عن صندوق ووقفية القدس، يعني هو المنفذ لحملة الوفاء للقدس. هذا الصندوق شو يعني مهامه، ما هو؟ في ناس كتير ما بتعرف عنه. أعتذر الأخت شيرين على الخطأ في الإشارة. ريم نعم تفضل. ريم تفضل، مش مشكلة. شكرا للسلام ومؤثر علينا حقك علينا. تفضل. صندوق وقفية القدس هو مؤسسة تنموية مستقلة تأسست عام 2015 للمساهمة في تعزيز صمود المقدسين وحماية هوية القدس مدينة عربية إسلامية وتهيئتها عاصمة لدولة فلسطين. الحمد لله في السبع سنوات الماضية كان لنا بصمة في توفير منح دراسية لحوالي 3000 طالب مقدسي، ترميم حوالي 120 منزل، ترميم 17 مدرسة، دعم أكثر من 40 مؤسسة مجتمعية في مدينة القدس، شراء وقف مجموعة من العقارات اللي كانت مهددة، إضافة إلى ذلك إطلاق الحملات الخيرية الموسمية اللي طلت عشرات العائلات عشرات الآلاف من العائلات. هذا باختصار يعني بصمات صندوق وقفية القدس في المدينة المقدسة، والحمد لله يعني هو مستمر في عمله وفي مشاريعه وفي برامجه لخدمة القدس والمقدسيين. نعم، ومن خلال حملة الوفاء للقدس يعني بعد لم التبرعات وأنتوا اللي بتقوموا بتنفيذ المشاريع لأهل القدس. صحيح، يعني المشاريع حملة الوفاء للقدس بدأت من الآن تنفذ. نعم، يعني زي إيش إيش بتنفذوا؟ تفضل. يعني اليوم على سبيل المثال الحزمة الأولى من الطرود الغذائية، ألف طرد غذائي بدأ تجهيزهم من قبل المتطوعين تمهيدا لتوزيعهم على امتداد المدينة كمرحلة أولى. غدا لدينا إفطار لأكثر من 400 طفل يتيم في نادي هلال القدس، أيضا يعني ضمن هذه الحملة. قريبا سيكون هناك حملات إفطار في المسجد الأقصى المبارك وبعض المؤسسات. إضافة إلى ذلك يعني فتحنا باب تقديم لصالح المنح الدراسية. يضاف إلى ذلك بعد رمضان مباشرة سنبدأ بمرحلة ترميم المنازل. إن شاء الله يعني بدأت شعر الخير تنفذ وتترك أثرها من الآن. نعم، يعطيكم العافية، شكرا على هذه الإيضاحات، وشكرا لك طاهر الديسي المدير التنفيذي لصندوق ووقفية القدس، تحياتي.